أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أرشيف توالت. في الحلقة هذه بنتكلم عن أرشيف عزيز على نفسي هلبا. أنا تكلمت على الأرشيف الثانية من قبل، صور ثلاثية الأبعاد، فيديو إلى آخره، لكن هذا الأرشيف الصوتي عزيز علي هلبا، ولي سنوات هلبا نجمع فيه، بل هو السبب اللي خلاني نجمع باقي الأرشيف الأخرى. سميته الأرشيف الصوتي بس يشمل الصوت والموسيقى والقصة والحكاية الشعبية إلى آخره. طيب، قبل ما نتكلم عن الأجهزة وتواريخ أول تسجيلات وأماكن وأنواع التسجيلات، اسمعوا معي هذا المقطع الموسيقي اللي يتكلم عليه الغربة، يتكلم كان من المقاطع الأولى اللي دخلت فيهم موسيقى غير الموسيقى الأمازيغية التقليدية ومقامات غير المقامات اللي نعرفوها، وهذا يرجع إلى سنة 1927، وهذا مش أول مقطع طبعا تسجل، ولكن حبيتكم تسمعوا معي عن الغربة واستقبال العيد ورمضان في الغربة بعيد عن الأهل والأحباب. اسمعوا معنا في هذا التسجيل من منطقة القبائل اللي بنسمعوها عليه، اللي هو 79 تور أو الجرامافون زي ما نعرفه. استمعوا معنا. ولازم نقول هنا إن منطقة القبائل بحكم هجراتهم الأولى إلى أوروبا من أجل العمل ومن أجل كذا، خلتهم يحتكوا بهذه الأجهزة ويعرفوا أن فيه تسجيل ويسجلوا ويديروا فرق، بل بعضهم امتهنها كمهنة وأخرج أصبحت مهنة يمتهن بها وأخرج كاسيتات كثيرة واستوانات كثيرة وإلى آخره. لكن 1927 مش أول شريط تسجل في منطقة القبائل، وهنا حتسمعوني ركز هلبا على منطقة القبائل والجنوب المغربي اللي هي منطقة سوس أو عموما شلوح. عموما على أي حال، في 27 هذه مش أول تسجيلة، بل أن أقدم تسجيل أمازيغي على الإطلاق على الأقل اللي وصل لمؤسسة توالت الثقافية هي 1892، اللي هو التسجيل على هذا الجهاز. الجهاز هذا يسمى أديسون سيلندر بلاير، وهذه هي التسجيلات اللي تستخدم فيه، عبارة عن سيلندر يصل التسجيل فيه من 3 إلى 8 6 دقائق، ويتسجل على سير اللي هو على الشمع. وهذه التسجيلات طبعا توضع في هذه، نسمع منها مقطع لتسجيل أهازيج دينية من منطقة فور ناسيونال، تسجلت في فور ناسيونال، ولكن حقيقة بحلقة بروحها الشريط هذا تسجل ربما يكون إمرابضين، السيدة هذه اللي تغني بأهازيج دينية قبائلية أو أمازيغية بتنوع القبائل، وهي الأقدم تقريبا اللي وصلنا على الإطلاق. خلينا نسمع مقطع صغير منها باش تعينوا معي الأجواء للنص أمازيغي مسموع عمره أكثر من 120 عام. نسمع بعض. سبحان الله العظيم الله سديم أي خلق أنت عجل ميمة الله سديم سالت غاصي موثق الله سديم يا ريتنا الله أبلي فرات الله سديم يتوت النين يبدا حرير الله سديم لا حبيب تنيك رب ولا الله سديم سبحان الله العظيم الله سيدي الله في خلق انت زلم مات الله سيدي الله السادين تغفي موتى الله سيدي الله يراسن الله بالفراش الله سيدي الله يتي وسنان بالحرير الله سيدي الله أحبيب سنيق ربولاش الله سيدي الله
سبحان الله العظيم. شيء جميل إنك تعيش في هذه الأجواء وتسمع هذه الأصوات اللي تكلم فينا من 120 سنة وأكثر. هنا نبي نقول حاجة، في ليبيا التسجيل المكتوب للأغاني قديم قدم الزمن، ودرنا عليه شريط اسمه أسليلو، تلقوا فيه تقريبا من نصف ساعة تلقوا فيه حديث عن هذه الأغاني عبر التاريخ وإلى آخره في ليبيا باللغة الأمازيغية. لكن تسجيل الأغاني والأهزيج الشعبية مكتوبة بنوتات وكل شيء نلقوها مثلا في مراسلة بين الشيخ إبراهيم وسليمان الشماخي مع موتيلينسكي المستشرق هذا اللي موجود كان عايش في منطقة مزاب، ونجده كذلك في مراسلات أخرى لشخص مجهول إلى الآن ما عرفناش اسمه، مذكرة كاملة لقيتها عند عائلة بوسترو في فرنسا، وهو قائد عسكري كان في منطقة جربة كان يجمع في الأغاني الشعبية وإلى آخره. فهذه عن جبل نفوسة وزوارة. طيب احنا صحيح هذا المكتوب مش هو موضوعنا، الأغاني المكتوبة احنا موضوعنا التسجيل الصوتي لها، وللأسف من جبل نفوسة وزوارة ما عندناش تسجيلات بذاك القدم اللي موجودة في منطقة واد بنجوه على فكرة القبائل أو جنوب المغرب. بالنسبة للتسجيل عموما كنوتات، من دائما تكلمت على التسجيل المكتوب خلينا نتكلم على النوتات مثلا الموسيقية في القبائل في حاجات أقدم من 92 عندنا 1957 كان فيه عالم موسيقى أسباني مقيم في فرنسا اسمه فرانشيسكو سلفادور دانيال، هذا سجل أغاني الرحى لميول لي شون دو ميول ميول ما نعرف كيف ننطقها بالضبط شكلي. هذه تسجلت النوتات الموسيقية كاملة، وقام بعض العلماء المعاصرين حقيقة بإعادة تسجيلها وإعادة ترتيبها وتسجيلها في كاسيتات عصرية، وهذه موجودة إلى الآن، ولعلي نلعب لكم منها جزء بسيط جدا باش تسمعوا كيف كانت هذه النوتات تندع. زي ما قلنا هذه نوتات لم تصلنا موصوط صوتية، وقام علماء معاصرين في الموسيقى أو موسيقيين عصريين بإعادة ترتيب هذه الموسيقى ونسمع لها جزء منها اللي تسمعوا فيها الآن في الخلفية الموسيقية. طيب يا خلاص نوقف شوية. هني التسجيلات مرة أخرى نوتات فقط، عندنا نوتات كذلك على فكرة من مناطق زي الأطلس المتوسط، عندنا جنوب المغرب، عندنا في مزاب تسجيلات قديمة جدا لأهزيج دينية، عندنا وعندنا وعندنا موجودات يعني قديمة من القرن التاسع عشر 1800 وشوية. بل نبي نزيدكم حاجة أقدم من هذه، قامت فرقة من أظن النمسا لوتريش النمسا قاموا بتسجيل تجميع الآلات المصرية القديمة اللي لقوها، وحاولوا يتخيلوا كيف كانت هذه الآلات الموسيقية تصوت، بل بعضها مرسومة رسم باسمه مش موجودة منها الآلة، فصنعوها من جديد ودروها بناء طبعا على الطبوع وعلى المقامات اللي موجودة في هذه المنطقة. على وجه ذكرت هذه الموسيقى المصرية لأن في مصر فيه ديبيكشن أو فيه تصوير للموسيقيين الليبيين في مصر، ومن ضمن هذه رقصة الكاسكا المشهورة اللي هي تصند بالأمازيغية اللي هي موجودة كذلك حتى في جبال أكاكوس، كيف الآلة هذه كانت تصدر في الصوت، شين هي المقامات اللي تخرج منها وإلى آخره. عمل رائع جدا جدا، للأسف حتى هو مش موجود معي هنا، موجود في بيتي في المغرب، ولكن موسيقى رائعة جدا 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 جدا، وإعادة يعني ترجعنا لذاك العصر. فيه كذلك متحف في بلجيكا قام بشراء آلات موسيقية في عصر الاكتشاف يسموه فيه في أوروبا، وشراء آلات موسيقية هلبا من جميع المناطق في تمزغة تقريبا في العالم كله، هو لكن بنتكلم عن اللي يهمنا هو موضوع تمزغة، وأخذوا هذه الآلات وسجلوها سجلوها، ولما سجلوها بقت لنا، هم مش من غرض، هو غرض بحوث أنثروبولوجية، وعلى ذكر البحوث الأنثروبولوجية السبب أن توجد دراسات أنثروبولوجية في المناطق الفرنسية هلبة، نجد أن المناطق اللي قاومت الاستعمار الفرنسي بقوة وبشدة أكثر المناطق التي قاموا فيها بدراسات أنثروبولوجية لغرض السيطرة على هذه المناطق بطريقة غير مباشرة، حافظوا لنا على كثير من هذا الموروث. فمنطقة القبائل كانت مقاوم شرس للاستعمار الفرنسي، فنجد عندهم تسجيلات كثيرة، نجد عندهم قواميس، نجد عندهم دراسات وبحوث أنثروبولوجية عن الأعراس عن العادات عن التقاليد الآخره،
لهذا السبب، لغرض السيطرة عليهم من خلال البحوث العلمية الأنثروبولوجية. أنا تشعبت حقيقة في المواضيع متاعي، وخلونا نرجع للبحوث والدراسات والتسجيلات. التسجيل الموسيقي زي ما قلنا قديم، الإنسان حاول من مدة قديمة جدا أنه هو يسجل الموسيقى متاعه. أقدم محاولة وصلت إلينا هي نعرفها المحاولات اللي صارت في ألمانيا مثلا وفي غيرها من الدول الأوروبية عن طريق هذا الجهاز يسمى سيمفونيو. سيمفونيو هذا عبارة عن صفيحة من النحاس فيه ثقب، الثقب هذه فيها زي السن، السن هذا يلامس بعض الحاجات الموسيقية هني ويصدر أصوات. هذا الجهاز عندنا منه كاسيتات هلبة، عندنا تقريبا 32 كاسيتة من هذه أو استوانة من هذا النوع، وأغلبها عن هذا الجهاز على فكرة ما نجحش. هلبة هذا طبعا مش بالكهرباء، باليد زي ما تديروا الساعة، يتعمر باليد وبعدين يتسجل. هذا الجهاز يعني سجلوا فيه فقط الموسيقى الكلاسيكية، وهذه تقريبا أقدم حاجة دخلوا بها الموسيقى للبيوت في أوروبا عموما. بعدين جينا للتسجيل هذا السيلندر، وبعدين التسجيل بتاع الاسطوانات هذه، واصبح الناس يدخلوا في الموسيقى في بيوتهم. واللي قبل هذا كانوا الناس يجيبوا في فرق باش تلعب لهم في مناسبات من آخره، وحنا بالنسبة لتمزغة الموسيقى حاضرة وكل الناس جزء من هذه الموسيقى، نجدها إلى يومنا هذا في أحواش وفي غيرها وفي أسبر وعفوا في أبراح وغيرها من أنواع الموسيقى اللي هي معروفة وتكلمنا عليها زي ما قلنا فيما قبل. بعدين انتقلنا إلى هذه الأنواع الأخرى من الموسيقى. بالنسبة لتاريخ الشعر والموسيقى والأخير تكلمنا عليه زي ما قلنا فيما قبل في شريط آيس ليلو أو تاغريت اللي هو يعني اللي هي الزغروطة بالعربية، تلقوا فيه كلام مسهب جدا جدا عن هذه الأنواع الموسيقى، وحنا حنتكلموا على هذه الموسيقى بكثرة. الشلاك هذا كان غالي جدا الثمن متاعه، ثمنه 9 دولار في ذاك الوقت. باش تفهموا وش معناها قيمة 9 دولار، السيارة في ذاك الوقت ثمنها تقريبا 200 دولار، أغلى واحدة فيهم 200 دولار، يعني تشري 20 اسطوانة ولا تشري السيارة، وانتوا احسبوها في رأسكم. الناس ما كانش عندهم قدرة انهم يشتروا هذه الأشياء بسهولة، ولهذا تجدها نادرة. وجود مثل هذه الكاسيتات والأشياء هذه تجدها في فرنسا أكثر ما تجدها في بلاد الأمازيغ أنفسهم، نقصد الشلاك هذه. لكن لما نرجع نتكلم عن 33 تور والـ45، هذا تسجيلات من نوع آخر بطريقة أخرى، نجد من كل تمزغة تقريبا بدون استثناء هذا النوع من التسجيلات. هذه اللي عليه الخنشلي مثلا من منطقة الأوراس، من لا يعرف اللي هو سليمان عازم، وهذا عليه الخنشلي مرة أخرى وغيره وغيره، محمد اللي هو ميمونة نسلوان مثلا للريف وغيرها من المناطق. وبعدين بعد هذا يجونا التسجيلات هادو اللي هي بعضها حقيقة تسجيل لمناسبات، ما كانتش تسجيل بغرض تسجيل واستوديو، تسجيلات عادية عفوية يعني في مناطق مختلفة، مثلا هذه في الأطلس المتوسط أظن. إذن التسجيل الموسيقي والحضور الموسيقي كان كبير في كل تمزغة عبر التاريخ، وهذه كلها تسجيلات يوجد عندنا تقريبا أكثر من 1000 اسطوانة، هذه كلها لمتحف يفرن للموسيقى أو الأنطولوجيا الموسيقية الأمازيغية. وزي ما قلنا منطقة القبائل كان عندها جزء كبير من هذا التسجيل. تكلمنا عن القبائل لكن ما تكلمناش على جنوب المغرب. في جنوب المغرب مؤسسة دولة تملك أقدم شريط وصل إلينا، هي 1924 لعبدالله يناير من نواحي مراكش، هذا أقدم تسجيل على الإطلاق، والكثير حتى من المغاربة أنفسهم ما يعرفوش كون هو هذا المغني. 1924 فيه طبعا مغنيين حتى غير ناطقين بالأمازيغية، ناطقين بالأمازيغية ولكن مثلا اليهود الجنوب المغرب وغيرهم سجلوا هذه التسجيلات، والتسجيلات هذه في أشكال وأنواع، ومش كانت مقتصرة على الموسيقى بس، ولهذا سميتها الأرشيف الصوتي، لأن فيه تسجيلات كثيرة لمواد أخرى زي مثلا القصص والحكايات، زي مثلا حتى النكت إلى آخره. فمثلا نجد تسجيلات مثلا لمحمد عبد السلام، هذه في جنوب المغرب، للقصص والحكايات مجموعة لبس بها، سجلت في السوربون وسجلت في جامعات أمريكية وإلى آخره. نجد تصريحات صوتية للنكت وإلى آخره لبقشيش معروفة هذه، وفي مزاب كذلك في مجموعة من هذه التسجيلات، يعني في مناطق مختلفة من تمزغة كلها تقريبا.
فانتقلنا طبعا مراحل هلبة مرينا عليهم من الجرامافون الأدسن إلى التسجيل هذا إلى السيمفوني في الراديو نفسه إلى هذا النوع من التسجيل اللي هو ماجنتيك باند. ماجنتيك باند في منه أنواع طبعا النوع هذا هو اللي تعرفوه أكثر حاجة وهذا اللي سجلوا به أكثر حاجة. نسمع لمقطع بسيط سجل بهذا عفويا في الراديو. زي ما قلنا ماجنتيك باند في منه أنواع، وهذه الأنواع حقيقة الحجم الصغير هذا متأخر عنهم هلبة قبل ما يديروا الكاسيت، قبل ما يديروا هذا النوع من الكاسيت. الكاسيت هذا طبعا منتشر إلى اليوم في بعض المناطق اللي ما وصلهاش الـ MP3 وما وصلهاش الـ CD. فالماجنتيك تيب هذا يتسجل فيه أربع مرات، مرتين وأربع مرات على حسب نوعية السجلة. وهذا كانوا يسجلوا فيه في الاستوديوهات قبل ما ينتقلوا إلى الكاسيت، فالتسجيل الماستر دائما يسجلوا فيه هذا. وإحنا محظوظين عندنا مجموعة، عندنا مثلا منطقة الرباط في السبعينات لمحمد مستوي يتحدث عن مباشرة في الاستوديو، يتحدث عن الأمثال الشعبية ويتحدث عن الأشياء زي هذه بالأمازيغية. وعندنا كذلك تسجيلات لمعطوب الوناس أصلية، عندنا تسجيلات لأيت من قلات، تسجيلات عفوية، ويعني تسجيل في الاستوديو للموسيقى وإلى آخره وغيره وغيره وغيره. في ليبيا فيه تسجيلات كثيرة من هذا النوع، لأن كان المنع لمدة 40 سنة في ليبيا في عهد القدافي ممنوع منع باتا تسجيل أي شيء أمازيغي، فكان الناس يجتهدوا يسجلوا من عندهم. في الأستاذ القدير يوسف الختالي قام بتسجيلات رائعة جدا لبوطويل وغيره من الأهازيج الشعبية وأغاني الرحى وأغاني مجموعة لا بأس بها. قام صديقي محمود بكوش ومعاه شكري أجمار كذلك بمجموعة من التسجيلات، وقام غيرهم من الشباب ربما اللي ما نذكرهم شهني قاموا بتسجيلات كثيرة للموسيقى الأمازيغية اللي حافظوا بها علينا لعند الآن. وزي ما قلنا البوند هذا كان أحد الوسائل التسجيل قبل ما ننتقل إلى الكاسيت واللي هو سهل أغاني كثيرة. عندنا مثلا أشعار سعيد السيفار محروق بصوته هو موجودات في موقع توالت، تقدروا تنزلوهم وتسمعوهم مجموعة لباس بها من التسجيلات بصوت سعيد السيفاو نفسه. ويوجد أشياء الكثير من هذا الباب بفضل مجهودات الشباب اللي قاموا بهذا الشيء في ذاك الوقت. بطريقة غير مباشرة قام القدافي بتسجيل مجموعة من الاسطوانات 33 الكبيرة هذه أو الفاينل ريكوردز واللي يسموا فيها في ليبيا بالاسطوانات. شندر جاب هذه الاسطوانات وسجل فيها المقطوعة الأولى أبيات كلمات من الكتابه الأخضر هذاك، في الوسط كلمات من كتابه وفي الأخير من كلماتها، باش يرغب الأجانب لسماع هذه المقولات باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها. كان يدخل فيهم ويسوق فيهم على أساس أغاني شعبية وكان يوزع فيهم الأغاني الشعبية. منين سجل؟ سجل في الغالب الأعم عند إيموهاغ، عند أمازيغ الشمال وغيرها، لكن إيموهاغ بالذات سجل أشياء كثيرة وحافظ لنا على موسيقى اندثرت اليوم اللي هي تسمى سبيبة، وهذه سجلها بهذه الطريقة وموجودة مؤسسة ثقافية تحفظ بمجموعة من هذه الاسطوانات. وإذا كان طبعا تجاوزت المقولات نتاع القدافي تبقى هذه الاسطوانات وثيقة تاريخية صوتية مهمة جدا، وقمنا التحقيق بإدخال أشياء كثيرة من هذه الأشياء في ديجيتال في مؤسسة توالت الثقافية. إذن هذا حديثنا الموجز الآن فقط عن الأجهزة والأشياء اللي هي ترتبط به بالتسجيل وكيف تم التسجيل وإلى آخره. في الحلقات الجاية بتكلموا عن التسجيل نفسه بإسهاب، يعني شنو أنواع المناطق اللي حدث بأكثر نوع من التسجيل، شنو هي أنواع التسجيل، شنو أنواع الموسيقى، شنو اللي بقى منها، شنو ما بقاش، شنو الاستفادة منها لغويا واستفادة منها اليوم في أرشيفنا. تنمير تمن، وإلى الحلقة الجاية إن شاء الله حنتكلم بإسهاب أكثر عن أنواع الموسيقى الأمازيغية اللي تم تسجيلها والحفاظ عليها، اللي يعود بعضها عمره أكثر من 120 سنة بل أكثر من 125 سنة. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرتنا.